عليكم ورحمة الله. ملك نصراني من ملوك إفريقيا يتبع الكنيسة الإسكندرية بالتحديد. هذا الملك يسلم ويؤمن بنبي عربي لم يره في حياته البتة، فيأتيه رجل عربي كافر من نفس مدينة ذلك النبي ليزوره، وغرضه من تلك الزيارة هو محاربة ذلك النبي وأصحابه ليسلم ذلك الرجل ليس على يد النبي الذي كان يراه ليل نهار في مدينته، وإنما على يد ذلك الملك الإفريقي الذي لم ير النبي أصلا. ثم يتحول هذا الرجل العربي إلى بطل من أبطال الإسلام، فيقوم بعد ذلك بإدخال الإسلام إلى مدينة الإسكندرية التي كان يتبع كنيستها ذلك الملك نفسه قبل أن يسلم. أما ذلك النبي فهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأما ذلك الرجل العربي فهو عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وأما ذلك الملك الإفريقي المسلم فهو أصحمة ابن أبجر نجاشي الحبشة جزاه الله كل خير. وإن كنت قد استغربت من هذا الترتيب الإلهي العجيب، فتأمل معي ترتيبا آخر أعجب منه بكثير، والذي يستشعر المرأة من خلاله يد الله التي هيئت الظروف لنبيه المصطفى حتى قبل ولادته. فهناك بعيدا عن مكة وصحراء العرب بأدغال مملكة الحبشة إثيوبيا وأرثيريا وشمال الصومال حاليا، وفي إحدى الليالي المظلمة قتل بعض المتآمرين أبجر نجاشي الحبشة. النجاشي لقب يطلق على كل ملك يحكم الحبشة، ثم جعل أولئك المتآمرين ملكا آخر على الحبشة، وبايعوا ابن الملك المقتول لأحد تجار الرقيق. وفي ليلة من الليالي الممطرة خرج الملك الجديد خارج قصره، وبشكل عجيب وغريب نزلت صاعقة من السماء وهو بين جنوده فأصابته من دونهم، فوقع قتيلا في التو واللحظة، فسادت الفوضى بلاد الحبشة، فعلموا أن لعنة حلت عليه من الله، فبحثوا عن ابن الملك الأول ليعيده للحكم، فعرفوا أنه في متن سفينة مبحرة إلى بلاد العرب حيث سيباع هناك عبدا، فأدركوا السفينة قبل رحيلها ليجدوا ابن الملك قبل أن يبحر إلى بلاد العرب لكي يباع هناك عبدا، فقاموا بتحريره ومن ثم أجلسوه على عرش أبيه الذي اغتصبوه من قبل. هذا الغلام كان يسمى أصحمة ابن أجبر، وهو نفس الملك الذي اشتهر لدى المسلمين باسم النجاشي. وربما يكون هذا الظلم الذي وقع للنجاشي في طفولته هو سبب مقته للظلم، لذلك اشتهر النجاشي بعدله بين الناس، الأمر الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يأمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة بعد أن اشتد إذاء المشركين لهم. عندها بعث قريش عمرا بن العاص الذي كان صديقا قديما لنجاشي لكي يستردهم، ولكن المفاجأة حدثت عندما قذف الله الإيمان في قلب النجاشي ليخفي النجاشي إسلامه عن قومه، ليس خوفا على الكرسي إنما خوفا من أن يفتك النصارى باللاجئين المسلمين الذين كانوا يمثلون تقريبا نصف عدد المسلمين على وجه الكرة الأرضية، فقد بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم خصيصا للحبشة وأبقاهم بها 15 سنة لكي يحملوا رسالة الإسلام في حالة إذا ما قتل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فيكون هناك من يحمل راية الإسلام في الأرض إذا ما أصابهم مكروه. هذا التخطيط الاستراتيجي طويل المدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه تمام الإدراك النجاشي أصحمه، فكان من الضروري على النجاشي أن يكتم إسلامه حرصا على استمرارية الدعوة، فلقد رأى النجاشي من بطارقة النصارى حنقهم بهذا الدين الذي يدعو إلى وحدانية الله وترك عبادة المسيح، فخشي أن يثور عليه ويعزلوه كما فعلوا مع أبيه من قبل، فيضيع بذلك حليف قوي للنبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه دعم الدولة الإسلامية الناشئة، بل في أسوأ الأحوال يمكن له استضافة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما اقتضيت الحاجة في حال انهيار دولة المدينة. وبعد سنوات من النصرة السرية للمسلمين مات النجاشي رحمه الله قبل أن يكحل عينيه برؤية الرجل الذي آمن به وصدقه من دون أن يراه، ليعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر موته وهو في المدينة قبل أن يجمع الصحابة ليصلي عليه صلاة الغائب، لتنتهي بذلك قصة أول ملك من ملوك الأرض يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، قصة أول ناصر لهذا الدين من ملوك الأرض.
المفارقة العجيبة في قصة هذا العظيم الإسلامي أن النجاشي رحمه الله كان التابعي الوحيد الذي أسلم على يديه أحد الصحابة وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه. فلماذا لم يكن أصحمة بن أجبر رحمه الله صحابيا؟ ومن هم الصحابة؟ ولماذا خرج علينا في السنوات الأخيرة رجال لا هم لهم في الحياة إلا الطعن بالصحابة في الغداة والعشي؟ وما هو سر الحملة الشرسة على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومن هو المستفيد الأول من تلطيخ سمعة الصحابة وتشويه صورتهم في أذهان عامة المسلمين؟ ولماذا كان الصحابة بالإجماع أفضل البشر بعد الأنبياء؟ العبرة من قصة النجاشي أن الإيمان يكون بالقلب إذا صدقه العقل حقا. فالنجاشي لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن آمن به لأنه سمع ورأى أفعاله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. فكيف لا نؤمن بالله الواحد القهار الذي لا يرى؟ سلام عليكم.